مشاهدين قناه الاهلي في كل مكان، مرحب بيكم وحلقه جديده مع نجم جديد كابتن محمد حمدي زكي. منورني النهارده، رمضان كريم، كل سنه وانت طيب. يعني في البدايه هنتكلم طبعا معاك على الاجواء الرمضانيه كلها، بس خلينا نعرف المشاهدين انت فين دلوقتي ونفسك تحقق ايه. طبعا برحب بيك يا روزان، وكل سنه وانت طيب، رمضان كريم. انا دلوقتي في نادي المقاولين، يعني بقالي سنتين، الموسم اللي فات والموسم ده، وان شاء الله مكمل مع النادي. يعني ان شاء الله نحاول نعمل حاجه كويسه للنادي الفتره اللي جايه، لسه مش عارف المستقبل فيه بصراحه. يعني مش بتحسبها يعني؟ لا لا خالص، اهم حاجه بس الفتره اللي انا فيها موجود في النادي. ان شاء الله الظروف الفتره اللي فاتت دي مش احسن حاجه، ان شاء الله نحاول نحسنها، وان شاء الله السنه الجايه تبقى يكون في ممكن حاجه احسن ان شاء الله. يعني شايف المنافسه زي الموسم ده بالنسبه للدوري؟ يعني بالنسبه للدوري ده. يعني بالنسبه للدوري انا شايف المنافسه صعبه جدا السنه دي بالذات، اصعب من الموسم اللي فات. بالظبط. الموضوع السنه دي صعب، الفرق كلها مركزه، الفرق كلها دعامت بشكل كويس. الماتش ما بقاش سهل، يعني ما بقاش الفرقه تدخل ماتش دي عامله حسابها انها تكسب، لا، في فرق كبيره بتخسر وفي فرق صغيره لسه صاعده بتكسب. لا، وشايفين الدوري السنه دي لا اصعب، يعني اصعب بكتير من السنين اللي فاتت. يعني بنحاول بشكل كويس ان احنا نعدي الفتره دي. موضوع صعب، يعني زي ما فهمتك، لا الموضوع صعب فعلا السنه دي جدا. يعني خليني ابدا معاك بقى في البدايات، يعني خلينا ندخل اكتر في تفاصيل، انه مين اكتشفك؟ مين قال ان انت هتبقى لعيب كوره؟ بس انا ناشئين نادي الاتحاد اصلا. فترات كتير قوي كان في رؤساء انديه كتير. لعبت مع مستر كابرال، دي كانت بدايتي خالص. بعد كده منتخب مصر، لعبت منتخب مصر. بعد كده بقى الفتره بتاعت التالقي انا وزياده في السن شويه، كنت لعبت صغير، فلما شويه السن بدا يتقدم يعني كان ماسكنا الكابتن حسام حسن. فكانت دي احسن سنه يعني انا قضيتها مع كابتن حسام. دي اللي السنه اللي بعدها اللي رحت الاهلي، كنت اصلا في منتخب مصر، كنت هداف الدوري ساعتها. وبعد كده رحت النادي الاهلي، وبعد كده بقى حصل شويه دروبات كده في الاهلي، كانت الدنيا مش مستقره. يعني طلعت اعاره سموحه شويه، طلعت اعاره امبي شويه، الحمد لله كنت ماشي.